السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي علي فريد رسول. في بعض الناس بيقول علي فريد بس، وناس في أمريكا يعرفوني كعلي رسول. ماشي، فأنا أصلي من أمريكا، للناس مش يعرفوني. أنا أصلي من أمريكا وتاجر من أمريكا. ماشي، وبرضه مدرس إنجليزي. ماشي، كان عندي برنامج على التلفزيون في أمريكا برضو، كان بعمل راب إسلامي برضو، في كذا حاجة أنا كان بعمله. ولكن دلوقتي أنا أتكلم على سبب ببلغ الناس أو فهم الناس، عشان أنا بشتغل مدرس إنجليزي. ماشي، في مصر بعمل كورسات أونلاين وفي مكاني. ولكن في ناس غلبانين، في ناس مسكين ما عندوش فلوس، واحنا عايزين نوصلهم الى مرحله الى درجه هم قادر يجيب فلوس، قادر يجيب فلوس كويس. وانت تعرف في هذا الزمن احنا فيه لغه انجليزيه كمفتاح للفلوس في زمن احنا فيه. ماشي، فلو لي واحد مسكين غلبان زيك، لو انت كذا اكيد هيكون من الناس بيتفرج على الفيديو ده ما عندوش فلوس كتير، عنده ظروف وضغط وكل الكلام ده، والحمد لله والله اكبر. دلوقتي أنا بعمل برامج، أنا بعمل حلقة، بعمل دروس إنجليزي مجانا مجانا مجانا، ها، بدون مقابل، مجانا تماما. ماشي، فأنت ما دعش يبكي، أنت على طول ما عندكش فلوس، وايش دروس، وخلاص خلاص أنا بعمل دروس إنجليزي مجانا وأنا أمريكي، فين أنت هتجيب دروس مجانا من أجنبي من أمريكي؟ ماشي، وكل مرة أنت بشوف هاد مدرس إنجليزي مصري مش بتنطق صح، وبعد كده بوز اللغة، بعد كده أنت بحاول أتكلم مع أجنبي مش فاهم كلامهم أو هم مش فاهم كلامك، وخلاص أنا بريت عامل دروس إنجليزي مجانا، فخلاص خلاص بكاء. خلاص ماشي، بس أنا عايز منك إيه؟ اشترك في القناة بتاعي بس، هو ده بس أنا عايز منك أنت، اشترك في القناة بتاعي بس. أنا عامل دروس إنجليزي مجانا، ماشي، هيكون بعد أن تخلص معي هيوصل إلى المتوسط. لو أنت عايز آخد كورس مني بعد أن توصل إلى المتوسط، أهلا وسهلا. ماشي، ولكن كل الدروس هيكون مجانا تمام، مجانا تماما. ماشي، وانت علي هيكون اللينك فوق، انا مش عارف هيكون على يمين على الشمال، ولكن تقريبا هيكون هنا فوق او هيكون هنا فوق، بس انا هحط اللينك فوق. تمام، حط اللينك فوق عشان انت قادر اعمل كليك على اللينك وشفت اول حصه مجانا. تمام، فالفيديو ده انا بعمل دلوقتي بس عشان نبلغك، خلاص هيكون حصص مجانا. ولو انت اشترك في القناة بتاعي برضو، انت هتعرف كل مرة انا رفع حصة جديدة عشان اتفرج عليه. كمان هعمل لينك لفيديو هاك كمان، عشان هيكون فيديو هاك كمان عشان تخش في جوجل درايف بتاعي مجانا، وشوف فيديو هاك باللغة الإنجليزية مجانا، وخد الدرس برضو مجانا، كل ده. فخلاص بعد كده ان شاء الله تعالى انت هتعرف تتكلم انجليزي جيد وتنطق صح، وبعد كده قادر اعمل كويس في امتحان في مدرسة او في كلية او في شغل، وبعد كده اجيب فلوس اكثر. تمام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وطبعا كل واحد عايز دروس مجانا لو هو ما عندوش فلوس او ظروف صعبة، فهمني؟ فدواتي حتى لو مسكين وما عندوش فلوس، خلاص يبدأ معي. وانت برضو قادر اسألني اسئلة على فيس، عشان عندي حساب على فيس مفتوح 24 ساعة 7 ايام، ولكن لازم انا نايم واصلي واكل، فعلي انا هرد عليك في اقرب فرصة. تمام، فبعد كده من الان لو انت فاضي تعرف الحصة هيكون تقريبا مدة ساعة لحصة، ففاضي نفسك وعمل كليك على اللينك، اللينك هيجي فوق هنا او هناك. تمام، وعمل كليك وفرج على الحصة، ولازم انت عمل في الحصة انتراكتيف. ماشي، انتراكتيف، ف
نشوف فيديو بيقول كلام انا بقول لك في فيديو تمام ماشي فخلي الناس تشوف فيديو ده عشان يعرف عن فيديو ها تمام فخلاص انا مش عارف يعني لو في حاجه ثانيه انت عايز تعرف اسالني بعد رساله او اعمل كومنت تحت واسالني اي حاجه ثانيه انت عايز تعرف ولكن خلاص للمبتدئين دروس مجانا عند بس فرق على الفيديوهات ماشي كله 3 ايام المفروض انت خلص هسه you know بعد 3 ايام وشوف على هسه تاني انت عايز كل يوم براحتك انت عايز مره في الاسبوع براحتك ماشي سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته